هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. مشاهدي لوسيت تي في، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج لوسيت برونوسيك باي كوتي سبور، البرنامج الخاص بتوقعات نتائج مباريات الوطنيه والدوليه. سعيد في هذه الحلقه انه يرافقني الاطار الوطني ميديكسوا. مرحبا بك مره اخرى. مرحبا سي عبد الجليل ومشكور على الاستضافه. ميديكسوا، وصلنا للدور الاخير من البطوله الاحترافيه اللي غتعطينا البطل ديال هذا الموسم. هذا نبداو باول مقابله اللي كتجمع بين نهضه الزمامره ورجاء بني ملال. وقبل الدخول في التوقعات ديال المقابلات، كنعتقد اننا مرينا بموسم صعب، موسم شاق بالنسبه للفرق، خصوصا انه كنعرفوا الظرفيه اللي مرت على جميع دول العالم بالمرض ديال مرض كوفيد، لانه وقف الدوريات العالميه لعده شهور. فهذا امر كان صعب على عده فرق. كنعتقد انه حتى المرحله الاستثنائيه اللي مرت بها البلاد فجعلت من الفرق انها تخبط في عده مشاكل، خصوصا تذبذب على مستوى لا التقني لا البدني للاعبين. فكنعتقد انه موسم صعب، وكنتمنى ان شاء الله اننا نشوفوا البطل اللي غيكون بطل حقيقي هذا الموسم، لانه كانت صعوبات كبيره خصوصا في الدورات الاخيره. بالرجوع الى المقابله ديال فريق الزمامره وفريق بني ملال، فكنعتقد انها مقابله صعبه بالنسبه للفريقين، خصوصا انه نهضه الزمامره كيحاول انه يرتقي في سبوره الترشيب، بني ملال لانه وضع الاقدام ديالو بشكل نهائي في البطوله ديال القسم الثاني. فكنعتقد انه الاحقيه غتمشي لفريق نهضه الزمامره. مباراة الثانية بين المغرب التطواني وأولمبيك خريبكة، هي مقابلة شكلية بالنسبة للفريقين، خصوصا أنه كنعرفوا السقوط ديال فريق أولمبيك خريبكة للقسم الوطني الثاني بعد 25 سنة من البقاء في القسم الوطني الأول. فهنا غنفتح واحد القوس، لا نريد فتح جروح البعض، ولكن المسؤولين ديال أولمبيك خريبكة هما المسؤولين رقم واحد على هذه المهزلة التاريخية للفريق، لأنه فريق عنده مرجعية تاريخية، فريق قدم لاعبين كبار، قدم مدربين كبار، والدليل على ذلك أنه المرحوم مصطفى مهدي أعطى الشيء الكثير لهذه المدينة وحاز معهم على عدة ألقاب. فعلامة استفهام كبيرة على المستوى السيري وعلى القرارات الصبيانية ديال هذا الفريق هذا والمسؤولين ديالو. فكنعتقد أنها مقابلة شكلية بالنسبة للفريقين، كنعتقد أنه الأحقية تقدر تمشي للفريق التطواني ويفوز بهذه المقابلة هذه. المباراة الثالثة بين يوسفية بورشيد والدفاع الحسني الجديد، مقابلة خاصة، مقابلة لجريب لاعبين شباب بالنسبة للفريقين. يوسفية برشيد من خلال النتائج السلبية في الدورات الأخيرة عرف تذبذب كبير على مستوى النتائج، كذلك فريق الدفاع الحسني الجديد اللي عرف تجريب عدد كبير مع اللاعبين من خلال الإطار الوطني اللي أمن الله في الدورات الأخيرة، دفع بعدة لاعبين شباب، هذا كيتجلى في المشروع المستقبلي ديال الفريق الجديد. كنعتقد أنها مقابلة خاصة، ربما تمشي لنتيجة التعادل. نمشيو للمباراة السريع واتزم واتحاد طنجة. هي مقابلة، أنا باش نكون معك صريح، شابو لفريق اتحاد طنجة لأنه رجع من بعيد، قدم مستويات كبيرة مع إطار وطني اللي كنحترمو وكنحترمو بشكل كبير، سي بيدرو بن علي قام عمل كبير جبار، وتحية كبيرة للكوتش مونطال أو المعيد الذهني للفريق الدكتور زكريا بن فارس بن عمر، اللي كنعرف أنه قام بعمل كبير في الدورات الأخيرة مع الفريق، لأنه الأريحية اللي ولا كيلعبوا بها فريق لاعبي فريق اتحاد طنجة في المقابلات الأخيرة بينات على انه الفريق تخلص من الضغوطات اللي كان عليه، ولا كيجري مقابلات ديال بواحد الاريحيه كامله. فكنعتقد انه فريق اللي كيستحق الاشاده خصوصا في اياب ديال البطوله الوطنيه، فكنعتقد انها مقابله خاصه ربما تمشي النتيجه ديال التعادل. المهدي، المباراه التاريخيه او كلاسيكو المغرب بين الرجاء الرياضي اللي كيبحث على اللقب والجيش الملكي اللي كيبحث على مركز خامس يقدر ياهلوا للمنافسه العربيه. هو كلاسيكو المغرب معروف منذ مدة، كنعتقد أنه مقابلة ستكون صعبة على الطرفين، خصوصا فريق الرجاء البيضاوي، الظرفية اللي كمرها منها فريق الجيش الملكي فكتسمح لي أنه يقدم أداء كبير، كنعرفوا انتصارات تلو الأخرى اللي قام بها الفريق ديال الفار بقيادة ديال المدرب طالب. كنعتقد انه على المستوى البدني الفريق جاهز 100%، على المستوى التقني الفريق متكامل الصفوف، على المستوى التكتيكي كنعتقد انه الفريق اصبح الان كيلقى دوك الميكانيزمات اللي كيجري بها المقابله، فمقابله صعبه خصوصا بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي. الا شفنا المقابلات الاخيره والضغوطات اللي اصبحت كتمارس على فريق الرجاء البيضاوي واللاعبين ديالو، هذا ولينا كنشوفوا في الملامح ديال اللاعبين، الملامح ديال اللاعبين اللي كتبان لك فيها الخوف، كيبان لك فيها الهلع من فقدان
النقاط اللي غتسمح لهم ربما انهم يبتعدوا على اللقب فمقابله خاصه. من المنظور ديالي انه رقم واحد يكون تحكيم منصف الفريقين، رقم اثنين مقابله تمر في اجواء في روح رياضيه عاليه، لانه هذا الشيء اللي عادنا على منذ مده على الفريقين سواء الرجاء البيضاوي ولا الجيش الملكي اللي كنعتقد انه فرق عندها مرجعيه تاريخيه. رقم ثلاثه احترام تام للنتيجه ديال المقابله سواء كيف ما كان، سواء فريق فوز فريق الرجاء البيضاوي او فريق الجيش الملكي، فكتبقى مقابله ديال كره القدم، مقابله اللي كنعتقد انها مقابله مرجعيه، وكنتمنى انه الاجدر يفوز، وكنعتقد انها تمشي لنتيجه التعادل. مباراة اولمبيك اسفي ونهضة بركان هي مقابلة صعبة خصوصا على فريق بركان، لانه كنعرفوا بانه فريق بركان كيحاول يتسلق الدرجات باش يحصل على احدى المراكز المؤهلة لدوري ابطال افريقيا. حاليا كيحشل المركز الثالث وهو مركز مشرف للفريق، اللي كنعتبر بانه العمل الجبار اللي قام به طارق سكيتيوي في هذه البطولة هذه ديال هذا الموسم فعمل كبير. برافو المدرب سكيتيوي، برافو الفريق نهضة بركان اللي كيقوم بعمل جبار على المستوى التسييري وعلى المستوى ديال النتائج. فتحيات لهذه المدينه والجمهور ديال هذه المدينه. اولمبيك اسفي في الدورات الاخيره حاول يجرب عده لاعبين شباب، مالغري هذا الشيء كامل ما مشاتش معاه النتائج، فكنعتقد مقابله خاصه وربما حتى هي تمشي لنتيجه التعادل. نمشيو للمباراه ما قبل الاخيره، لقاء قوي يجمع بين الحسنيه اكادير ومولوديه وجده. هي مقابله شكليه، خصوصا اننا كنشوفوا فريق حسنيه اكادير اللي رجع واسترجع الامكانيات ديالو في الدورات الاخيره مع الاطار الوطني اشرف، قحم عده لاعبين شباب اللي ربما كنعتقد انه عطاو الاضافه للفريق، ورجعت ديك اللوحات الفنيه واللاعب الجماعي والقالب الجماعي اللي ابتعد على فريق حسنيه اكادير هذه مده. فريق منظم في الدورات الاخيره، كنعتقد انها النتيجه تمشي لفريق حسنيه اكادير. نختموا باللقاء الحاسم اللي غيجمع بين فريقي الفتح الرياضي والوداد الرياضي الباحث عن الفوز بالبطوله الثانيه على التوالي في انتظار تعثر الرجاء امام الجيش. هي مقابله خاصه، الشيء اللي قلنا على مقابله ديال فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي هو اللي غنقولوا على المقابله ديال الفتح الرباطي والوداد البيضاوي. فهي ضغوطات كبيره تمارس على فرق طبيعه الدار البيضاء، لانهم ملزوم عليهم ينتصر، خصوصا الوداد البيضاوي ملزوم عليها تنتصر وتنتظر النتيجه ديال اللقاء ديال فريق الرجاء البيضاوي والجيش الملكي. فهي مقابله خاصه للفتح، الفتح اللي كيحتل مركز رابع مركز امن بموسم كبير وموسم جبار، مرغي انه في بعض الدورات ما مشاوش مع النتائج، ولكن فريق منظم لا من ناحيه السيريه لا من ناحيه ديال التقنيه والاداره التقنيه اللي كيراسها السي الخلفي. فكنعتقد انه لديه لاعبين شباب وكيكون فريق المستقبل من خلال اللاعبين الشباب اللي عنده. مقابله خاصه وصعبه على فريق الوداد البيضاوي، لانه ماشي بالسهل تمشي تفوز على فريق الفتح، لانه الفتح الرباطي اللي انهزم هذا الموسم انهزم مقابله ولا مقابلتين في الملعب ديالو، فملعب صعب ومقابله اللي غتكون صعبه على الفريق. كنعتقد انها تمشي لنتيجه التعادل. المهدي شكرا جزيلا على قبول الدعوه. شكرا سي عبد الجليل ومشكور على الاستضافه. وحنا كما العاده مشاهدي لوسيت تي في اعطينا التوقعات ديالنا في انتظار الاراء ديالكم. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.